نستمع. وكان ابن الناظور. إذن هنا وكان ابن الناظور انتقل إلى شيء جديد ذكره البخاري. هذا الآن الكلام الجديد ليس من كلام أبي سفيان، انتهت قصة أبي سفيان، هنا كلام جديد. وكان ابن الناظور هنا هذا من المعلقات كما يظن البعض في صحيح البخاري، فقال الحافظ هي موصولة لا معلقة، هذه ليست معلقة. هنا وكان ابن الناظور هذا من كلام الزهري محمد بن شهاب، هو يقول وكان ابن الناظور بالإسناد السابق، بالإسناد السابق وكان ابن الناظور، يقول الزهري وكان ابن الناظور. إذن هنا وكان ابن الناظور هو الإسناد السابق إلى الزهري، وهذا واضح كما في دلائل النبوة لأبي نعيم. ففي دلائل النبوة لأبي نعيم الإسناد إلى الزهري، قال وكان ابن الناظور. فإذا هنا من كلام الزهري ماذا يقول؟ وكان ابن الناظور، نعم صاحب إلياء ابن الناظور. وهناك رواية في صحيح البخاري ابن الناطور، والناطور والناظور روايتان صحيحتان في صحيح البخاري، والناطور فلان ناطور حتى في العامية. ما معنى فلان ناطور؟ فلان ناطور حارس، فهنا حارس البستان. نعم صاحب الإلياء. إلياء ما هي إلياء؟ قلنا تفضل. نعم بيت المقدس. نعم وهي رخلة سقفة على نصارى الشأن. نعم إذن سقفة ما معناها؟ ما معنى السقف؟ نعم هو رئيس دين النصارى. إذن وكان ابن الناظور أو ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث. إذن ماذا يحدث هذا السقف؟ يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس. إذن هرقل جاء إلى أين مرة؟ جاء إلى أين؟ إلى بيت المقدس. وكان مقره أين كما مر؟ كان مقره أين سابقا؟ الشام. أين كان مقره في الشام؟ في حمص. في حمص، فهو كان في حمص فجاء إلى بيت المقدس. فماذا حدث معه؟ أصبح يوما خبيث النفس. ما معنى خبيث؟ ما معنى خبيث النفس؟ تفضل. خبيث النفس بمعنى ما معنى خبيث النفس؟ مهموم. أصبح في الصباح مهموما، هناك ما أدخل الهم على قلبه وعلى نفسه، يوما خبيث النفس. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. إذن فقال بعض بطارقته، من هم البطارقة؟ تفضل. نعم هم خواص دولة الروم الكبار مثل الوزراء عندنا. نعم قد استنكرنا هيئتك. ما معنى استنكرنا هيئتك؟ استنكرنا تفضل بمعنى استغربنا ولم نرد ما أنت عليه من هم، فأنت الهم قد ظهر على وجهك وظهر على ملامح هيئتك أي وجهك وتصرفاتك. نعم قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء. إذن وكان هرقل حزاء، ما معنى حزاء؟ نعم كاهنا، كان كاهنا هرقل، أي كان ينظر في النجوم ويخبر عن الأخبار والأحداث التي سوف تحدث بزعمه. نعم ينظر في النجوم. ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختام. إذن هنا بداية أمة الإسلام
تقر أن علم النجوم نوع من الشعوذة ونوع من السحر ونوع من الكهانة، ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يظهر صدق نبوة أصحابه، صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى في العلوم الباطلة. في جميع العلوم هناك ما يثبت قدوم وظهور نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى في هذا العلم الباطل قد ظهرت الأشياء التي تدل على ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى قدرة الله عز وجل كيف أراد أن يقيم البراهين والأدلة على خروج نبينا صلى الله عليه وسلم حتى عند أصحاب العلوم الباطلة على مبادئكم الباطلة أيضا، فسوف نقيم الحجة عليكم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ملك الختان قد ظهر. ما معنى ظهر؟ قد ظهر يعني غلب. نعم غلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت في معارك مع أعداء الدين، لم يقل فقط قد ظهر بل غلب. نعم، فمن يختفي من هذه الأمة؟ إذن هو عنده علامة على أن هذا النبي يختل وجماعته يختتنون، فيقول فمن يختتن من هذه الأمة. ما معنى في هذه الأمة؟ في هذه الناس اللي كانت موجودة في وقت. نعم، في هذا العصر، في هذا العصر، في هذا الزمان، في أمة في هذا الزمان من يختتن؟ نعم، قالوا ليس يختتن إلا اليهود. إذا لما قالوا ليس يختتن إلا اليهود؟ لما لم يقولوا عن العرب أنهم يختتنون؟ لما قالوا ليس يختتن إلا اليهود؟ بمعنى لا، بمعنى لما لم يقولوا عن غيرهم؟ لأنهم كانوا يمشون على كتاب التوراة، لأن هذا هو فقط مقدار ما يعلمون. ها أخبروا بمقدار علمهم، فبمقدار علمهم هم يعرفون أن الختان في اليهود. نعم، فلا يهمنك شأنهم. إذن فلا يهمنك شأنهم أي أمرهم. نعم، واكتب إلى مدائن ملكه ويقتل من فيه من اليهود. إذن ماذا جاء الإرشاد من هؤلاء الوزراء كما في تعبيرنا؟ ماذا يفعلون في حقهم؟ قتل هؤلاء اليهود. لما يقتلون هؤلاء اليهود؟ نعم، حتى يقضوا على هذا النبي الذي يقن وتيقن هرقل أنه قد ظهر، بمعنى قد غلب. نعم، فبينما هم على أمرهم، بينما هم على أمرهم، أمر ماذا؟ قتل اليهود. نعم، المشورة في قتل اليهود. أتي هرقل برجل. إذن أتي هرقل برجل لم يذكر اسمه. نعم، أرسل به ملك غسان. إذن من المرسل؟ ملك غسان. من صاحب بصرى؟ صاحب بصرى. إذن هذا الكلام جاء من طريق ابن الناظور أو ابن الناظور، يلتقي مع ما أخبره أبو سفيان. نعم، يخبر عن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. إذن ماذا طلب هرقل من زبانيته وأتباعه أن يفعلوا بذلك الرجل؟ أن يروا العلامة الذي يعرفونها في هذا. ماذا أراد منهم أن يفعلوا؟ أن يروا مختتن أم لا. إذن ماذا يفعلوا؟ يسألوا يكشفوا عن عورته. هم لا يريدون أن يسألوا، يريدون أن يرون شيئا بأعينهم، ينقلون الخبر من غير سؤال. هم يريدون أن يسألوا مختتن أنت أم لا؟
لا حاجة لهم بذلك وهم أصحاب السلطة. فهناك تجريد للثياب، فجردوه فنظروا فإذا هو مختتن. فانظروا، قال فانظروا ولم يقل فاسألوه، أمرهم بالنظر لأن هذا الأمر جد عظيم وجد خطير. فانظروا أمختتن هو أم لا، فماذا؟ فنظروا. نعم، تحدثوه أنه مختتن. إذن مباشرة نقلوا ما رأوا. نعم، وسأله عن العرب. إذن جاء السؤال الآن من هرقل، فقال هم يختتنون. إذن هذه تلتقي مع هذه، فسأله عما اقتنع به بعلمه المزعوم الذي ظهرت فيه علامة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الباطل الذي كان يحوزه، فسأله فوجد الجواب قائما، فهذه إقامة حجة عليه. نعم، فقال هم يختتنون. نعم، فقال يا رسول هذا ملك هذه الأمة. نعم، هذا ملك. وفي رواية في البخاري ماذا؟ ملك هذه الأمة. نعم، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، أقر مباشرة، لأن العلامات والأمارات والأدلة قد بينت وأثبتت أنه ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غلب. نعم، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية. نعم، صاحب له برومية. أين رومية؟ وين رومية؟ رومية هي مدينة قريبة من قسطنطينية، يعني في تركيا. نعم، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى شمس فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل. إذن ماذا فعل هرقل بعد ظهور هذه العلامات على غلبة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ كتب كتابا إلى نظيره. إذن أرسل رسالة إلى من يشاركه في العلم وقرينه في العلم، فهو يريد أن يستشير وأن يزداد يقينا على يقينه. نعم، على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فماذا أجابه قرينه؟ نعم، وأنه نبي فأذن، هرقل للعلماء. إذن وأنه نبي، فإذن جاء التأكيد من ذاك الشخص أن هذا هو النبي. الله أكبر، انظروا إلى الأدلة وانظروا إلى البراهين من جميع الجهات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن جميع ووسائل التي أنتم تقتنعون بها قامت الأدلة عندكم، فماذا تنتظرون؟ فماذا فعل هرقل بعد أن أيقن أن هذا هو النبي وأن قد أيده صاحبه ونظيره في العلم؟ ماذا يريد أن يفعل الآن؟ نعم، فأذن هرقل العظماء الروم في تذكرة لهم بحمص. نعم، في تذكرة. ما معنى في تذكرة؟ نعم، قصر، أحضرهم إلى قصره، قصر محاط بالبيوت. نعم، أين هذا القصر؟ في حمص. نعم، بحمص. ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم. إذن هذا هو أسلوب هرقل، كما ترون أساليب هرقل تدل على ذكاء خارق عنده، وأنه على علم وفير، وأنه ليس كعامة الناس، فهو ذكي. فانظر إلى هذا الأسلوب، جمع الناس في القصر وأغلق، بل غلق الأبواب أي أحكم إغلاقها. نعم، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد؟ إذن
هذه دعوة بأسلوب سؤال، وهذا من أقوى أساليب الإقناع، أن توصل المعلومة بالسؤال، سؤال فينتبه فيجيب، إن أجاب خطأ تصوبه فيرسخ عنده الجواب، وإن أجاب صوابا فتثبت هذا الصواب بإقرارك له. فهو يريد أن يعطي لهذا الخبر تمهيدا حتى ينجو وينجي من معه، وحتى لا يقتل من جهة، وحتى يبقى حاكما على بني قومه. نعم. هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ إذن هذا هو جواب هذا السؤال، ليس لكم هذا الفلاح وهذا الثبات إلا بمبايعة هذا النبي. فماذا كان؟ فحاصوا. هذه كلمة فصيحة، وإن كانت تستخدم لغاية الآن في بلادنا أنا أحيص، فحاصوا بمعنى نفروا وداروا. نعم. فحاصوا حيث تحمر الوحش إلى الأبواب. إذن مباشرة ذهبوا إلى الأبواب. فانظر إلى هذا الذكي، فكان قد غلق الأبواب، وهذه مدعاة لكل داعية فينا أن يخاطب الناس وأن يفهم ردة فعلهم. فالذكي الموفق في دعوته هو الذي يفهم أفكار الناس وردة فعلهم بنظره إليهم، فهو يعرف ردة الفعل في مخاطبته إياهم، فهو كان قد حفظ كما يسمى في زماننا بخط الرجعة، فإن أجابوا فنعم وحسن، وإن لم يستجيبوا فسيهربون. فماذا عمل؟ أغلق عليهم وغلق عليهم، فقطع عليهم الانتكاس والانتقاص منه والنقوص عليه. نعم. فوجدوها قد غلقت، فلما الله رأى نفرتهم وأيس من الإيمان. نعم. إذن رأى نفرتهم وأيس، أي قنط من الإيمان، من إيمانهم، ماذا فعل؟ قال ردوهم عليه وقال إني قلت. إذن بعدما رجعوا إليه بين لهم بأسلوبه الذكي حتى يبقوا تحت إمرته، وآثر أن يبقوا تحت إمرته، وقال نعم إني قلت مقالتي آنفا، أي آنفا بمعنى قريبا، أختبر بها شدتكم على دينكم. إذن أنا ما قلت هذا القول إلا من باب الاختبار ومن باب الامتحان حتى أرى شدتكم على دينكم. فقد رأيت. إذن وفي رواية في البخاري في التفسير فقد رأيت منكم الذي أحببت، فقد رأيت منكم الذي أحببت. فماذا كان حال هؤلاء القوم الذي خاطبهم بأسلوب ذكي فلم يجدوا إلا فسجدوا له ورضوا عنه. نعم.